يمكن النادي النهارده كان في مؤتمر صحفي مهم جدا في مقر النادي الاهلي الجزيره ظهر اليوم بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي مع منظمه اليونيسيف لتفعيل دور الاهلي المجتمعي خلال الفتره القادمه. كابتن محمود الخطيب في هذا المؤتمر قال ان النادي الاهلي بيضع الاطفال والشباب من اولويات اهتمامه بشكل كبير، مؤكدا اننا لدينا عشرات الملايين من المشجعين والمتابعين من عشاق كره القدم بيتابعوا ومهتمين جدا بكره القدم والرياضه بشكل خاص، وبالتالي النادي الاهلي على اتم الاستعداد للقيام بالدور المجتمعي الدور الفعال الايجابي داخل مجتمعنا، كما اننا على ثقه من ان هذا التعاون من شانه ان يسهم ويساهم في رفاهيه الاطفال لا سيما الاكثر احتياجا منهم. ايضا كمان كان حاضر الاستاذ خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي واتكلم عن النادي الاهلي ليس نادي رياضي، ومن خلال برنامج عائله النادي الاهلي هناك دور مجتمعي بيولي له مجلس الاداره اهتمام كبير جدا لتنفيذ كل هذه الافكار داخل النادي الاهلي، والتعاون مع منظمه اليونيسيف في هذا الامر شيء فعال وشيء مهم جدا. نتابع في هذا التقرير تفاصيل اكثر عن هذا المؤتمر واتفاقيه التعاون والبروتوكول الذي تم صباح اليوم في مقر النادي الاهلي بالجزيره. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية برحب بالسيد برونو مايز ممثل منظمة اليونيسيف في مصر، ويمكن عايز أرجع بالذاكرة بس لبداية مجلس الإدارة بتاعنا اللي كان في من ضمن برنامج الانتخابي بتاعه إن في أو برنامج عائلة الأهلي كيفية الاهتمام بجميع الأنشطة سواء الأنشطة الرياضية أو الاجتماعية أو الإنشائية. من ده النهاردة مؤتمر النهاردة من أحد الأنشطة المجتمعية اللي لازم النادي الأهلي يقوم بدوره فيها، بالنادي الأهلي بتاريخه، النادي الأهلي بشعبيته، النادي الأهلي بجماهيريته، النادي الأهلي بكيانه العربي والأفريقي والعالمي. فأعتقد أن النهاردة يوم من الأيام المهمة اللي فيها تعاون وثيق ما بين منظمة عالمية، منظمة اليونيسيف العالمية مع النادي الأهلي أحد أكبر الأندية في الشرق الأوسط، وأندية وبرضو من الأندية اللي ليها الحقيقة تواجد عالمي في كل الاستفتاءات العالمية اللي حصلت. النادي الأهلي متواجد في هذه الاستفتاءات. من هنا يمكن عنوان مؤتمرنا النهارده او التعاون اللي احنا بصدده اليوم، يعني التعاون دوت في ليه عنوان، العنوان ما بين الاهلي ومنظمه اليونيسيف معا من اجل حقوق الاطفال في مصر. في اطفال كتير محتاجين ان احنا نحس بيهم، محتاجين ان احنا يكون لنا دور معاهم بمسمى وبكيان زي النادي الاهلي. اعتقد مهم جدا انه يساهم مع منظمه عالميه زي ما قلت اليونيسيف في ان احنا يكون عينينا على اطفالنا اللي محتاجين رعايه. بسم الله الرحمن الرحيم. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، مستر برونو مايس Representative of the UNICEF in Egypt. في البداية بنحب نرحب بالسادة ممثلي التضامن الاجتماعي والسادة ممثلي وزارة الشباب والرياضة والسادة ممثلي منظمة اليونيسيف. نرحب بكم جميعا ونرحب بالسادة الإعلاميين والصحفيين. النادي الأهلي مش نادي رياضي فقط، النادي الأهلي مؤسسة تربوية واجتماعية وثقافية ليه دور كبير في المجتمع المحيط به، وزي ما الأهلي له دور رياضي ليه دور اجتماعي، ودايما بيتفاعل مع قضايا المجتمع، ويمكن الدور المجتمعي ده هو اللي دايما بيميز النادي الاهلي. وكان احد النقاط الاساسيه اللي ركزنا عليها عندما تولينا المسؤوليه، ويمكن من قبل كده يمكن اول قعده مع كابتن محمود الخطيب اما شرفت ان انا اكون من ضمن القائمه، قال لي انا عايزك تبقى مسؤول عن العلاقات الخارجيه والعلاقات الدوليه، وعايزين نتعاون مع الهيئات العالميه زي اليونيسيف. انا فاكر يعني كابتن محمود كان بيخص الامم المتحده ومنظمه الامم المتحده بالتحديد. فانطلاقا من دورنا في خدمه المجتمع وقضاياه، الاهلي طول عمره لا يدخر جهدا في تسخير امكانياته لاي نشاط مجتمعي. ومنذ عده ايام يمكن احنا استضفنا فعاليات خاصه بالايتام،
وده كان ليه صدى الحمد لله ومردود كبير في وسط الأطفال وأعضاء النادي كمان. النادي الأهلي دايماً بيضع الأطفال والشباب في مقدمة الأولويات، ويمكن إحنا عشان كده عملنا لجنة، سمينا لجنة اسمها لجنة الطفل، عندنا لجنة شباب، والحقيقة قايمين بدور كبير جداً ومميز داخل النادي الأهلي. إحنا على أتم الاستعداد دايماً للقيام بدور اجتماعي فعال وإيجابي لخدمة المجتمع، وعلى ثقة من أن التعاون مع منظمة اليونيسف من شأنه أن يسهم في تحقيق رفاهية للأطفال خصوصاً الأكثر احتياجاً. وعلشان كده عملنا بروتوكول تعاون مع منظمة اليونيسف محوره الأساسي زي ما الكابتن خطيب قال، معاً من أجل حقوق الأطفال في مصر. بنسعى دايماً لزيادة الوعي في القضايا اللي بتأثر على الأطفال زي الصحة والتغذية وتنمية الطفولة المبكرة والتنمر والحماية من كافة أشكال العنف، وأيضاً التوصل لحلول لإتاحة فرصة عادلة للفتيات والأولاد لتحقيق إمكاناتهم وتشجيع الاندماج الاجتماعي والنهوض بالتعليم. الحضور الكرام، أنا مش عايز أطول على سعادتكم، كل الشكر للسادة ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي والسادة ممثلي وزارة الشباب والرياضة والسادة ممثلي منظمة اليونيسف والسادة الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.